أهلا بكم في حلقة جديدة من زوايا الحدث، مخصصة للحديث عن ملف الحديدة وبعد رفض ميليشيا تسليم ميناء الحديدة أو سحب عناصرها منه. جددت ميليشيا الحوثي رفضها تسليم ميناء الحديدة وسحب عناصرها منه في إعلان جديد يعيق تنفيذ اتفاق السويد الذي ترعاه الأمم المتحدة. ونقلت وكالة أسوشيتد بريس عن القيادي في الميليشيا محمد علي الحوثي قوله إن جماعته لن تسلم الميناء الرئيس للمدينة، مضيفا أن الحكومة الشرعية لن تحصل عليه بالقوة أو بالتحايل حد تعبيره. وأوضح القيادي الحوثي الذي يرأس ما يسمى باللجنة الثورية العليا أن الميليشيا وافقت على سحب عناصرها من الميناء لكنها ستبقى مسيطرة عليه. في هذه الحلقة من برنامج زوايا الحدث نقف عند هذا الموضوع لنناقشه في محورين: إلى أين يتجه المشهد في الحديدة بعد رفض الحوثيين تسليم الميناء؟ وإلى متى يستمر تعثر الأمم المتحدة وإخفاقها في إنجاز تقدم في ملف الحديدة؟ نتابع التقرير التالي ومن ثم نعود لبدء النقاش مع ضيوفنا. لن نتخلى عن مدينة الحديدة، قالها بوضوح محمد علي الحوثي الرجل الثاني في الهيكل القيادي لميليشيا الحوثي الانقلابية ورئيس ما يسمى اللجنة الثورية العليا في تصريح نقلته عنه وكالة أسوشيتد بريس الأمريكية، تأكيدات تحسم الجدل بشأن اتفاق ستوكهولم الخاص بإعادة الانتشار في مدينة الحديدة وموانيها الثلاث الواقعة على ساحل البحر الأحمر والذي جرى التوقيع عليه في 13 من ديسمبر من العام المنصرم ويواجه تعثرات عديدة تحول دون تنفيذه على أرض الواقع. وطبقا لما نقل عن الحوثي فإنه لا يرى الموقف الحكومي إلا مجرد سوء فهم لما يسميها الصفقة، في إشارة واضحة إلى اتفاق الحديدة المتعثر، ويؤكد أن جماعته وافقت على سحب قواتها لكن المدينة ستظل تحت السيطرة. وكانت المعارك التي خاضتها القوات الموالية للحكومة قد توقفت بالقرب من مركز المدينة بتأثير الضغوطات الدولية التي حملت طرفي الصراع إلى ستوكهولم، لكن محمد علي الحوثي يشدد أن الحكومة الشرعية لم تستطع الحصول على الميناء بالقوة ولن تستولي عليه بالحيل على حد تعبيره. هو إذن أوضح موقف حتى الآن من جانب ميليشيا الحوثي والذي يثبت حقيقة الطرف الذي يقف حائلاً دون تنفيذ اتفاق الحديدة الخاص بالتهدئة والانسحاب الذي يشارف على الفشل لولا المحاولات المستميتة من جانب المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث لإنقاذ مهمته السياسية في اليمن. فقد أعلن جريفيث عن إحراز تقدم باتجاه التوصل إلى اتفاق لتطبيق المرحلة الأولى من عمليات الانسحاب طبقاً لاتفاق الحديدة عقب ما وصفها بالمناقشات البناءة مع الجانبين. غريفيث أوضح أنه سيتم تقديم التفاصيل العملياتية إلى الأطراف في لجنة تنسيق الانسحاب للمصادقة عليها قريباً، وأنه يتطلع إلى موافقة اللجنة السريعة على هذه الخطة. وتغطي هذه التصريحات المتفائلة من جانب غريفيث على الوضع المتدهور في مدينة الحديدة ونقاط التماس بين القوات الحكومية والميليشيا في المدينة والتي تسجل استمراراً للخروقات التي أبقت وقف النار هشاً وخطيراً بحسب المراقبين. ويواجه رئيس فريق المراقبين الدوليين الدنماركي مايكل لوليسغارد مضايقات من الميليشيا، فقد منعته من القيام بزيارة استطلاعية لميناء رأس عيسى بحسب مصادر في الوفد الحكومي باللجنة المشتركة. مجددا ترحب بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من زوايا الحدث، كما أرحب بمن ينضم إلينا من الحديدة الصحفي عبد الحفيظ من مأرب الصحفي عبد الحفيظ الحطامي. أهلا بك سيد الحطامي. إذن كيف هو الوضع هذه الأيام في الحديدة مع هذه التطورات التي يتحدث عنها والشد والجذب على المستوى السياسي؟ كريم، طبعا ما يحدث في محافظة الحديدة هو استكمال ذلك المولود المسخ لملف الحديدة الذي ولد في للأسف الشديد في ستوكهولم، وبنى عليه اليمنيون الكثير من الآمال لإيقاف الحرب في هذه المحافظة التي تعيش حالة من الكارثة الإنسانية والتي تداعت لها الأمم المتحدة لإنقاذها واعتبرت هذا الملف ملف إنسانيا. لكن للأسف الشديد كل الآمال التي بنى عليها المبعوث الأممي لجعل أو تحقيق ما تم الاتفاق عليه في مشاورة السويد استحالة مراحل للأسف الشديد، وتمكنت الميليشيات من رمي هذا الملف إلى قلب البحر الأحمر فيما لا تزال منذ 18 ديسمبر المنصرم أو نهاية العام الماضي حتى هذه اللحظة.
تمارس عمليات القتل والقصف لعدد من المناطق السكنية. لا تزال العشرات من الألغام والمتفجرات تستهدف المدنيين في الطرقات وفي المنازل التي كانت تسيطر عليها وفي المديريات الجنوبية في جنوب مدينة الحديدة. لا تزال عمليات الحصار على مدينة الحديدة قائم. لا تزال سياسة التجويع، سياسة القمع والاختطافات قائمة، وعمليات القتل والمجازر أصبحت يومية وأسبوعية ترتكبها هذه الميليشيات على مسمع المبعوث الأممي الذي يتحدث بسخرية اليوم عن أن هناك إنفاج لدى الطرفين فيما يتعلق بملف الحديدة، يقصد بذلك الحكومة الشرعية والحوثيين. لكن للأسف الشديد ما يحدث في محافظة هو تكريس وإمعان لتوسعة مساحة الألم والوجع والكارثة الإنسانية التي تتسع حدقتها الجهنمية في مدينة الحديدة على حساب تحت إطار من الأمم المتحدة، وسواء بالصمت أو بالتجاهل أو بعدم التعاطي مع القضايا الرئيسية أو البنود الرئيسية التي احتواه ملف الحديدة، وهي وقف إطلاق النار، السماح بمرور الإغاثة الإنسانية، إعادة الانتشار إلى إعادة انتشار لم تنتشر عن هناك تقطع في الصوت من المصدر هناك في مأرب، سنحاول إصلاح هذا الخلل، لكن وأرجو أن يعني نعم سنحاول إصلاح هذا الخلل. أعود إليك أو أرحب بمن ينضم إلينا أيضا من نيويورك، الناشط السياسي أستاذ لبيب ناشر. أهلا بك سيد ناشر. إذا تصريحات متبادلة، أهلا وسهلا بك، تصريحات متبادلة أو يعني تراشق إن صح التعبير ما بين الحكومة والحوثيين وتبادل في إلقاء التهم، لكن في المقابل المبعوث الأممي يتحدث عن تطور ومضي إلى الأمام في سياق تنفيذ المرحلة الأولى من الانسحاب كما هو في اتفاق الحديدة. برأيك إلى أين يتجه المشهد هناك في الحديدة؟ تحدثنا سابقا على هذا الموضوع في أكثر من لقاء، وقلنا بأن الحوثي حاليا هو لا يحتاج إلى أن يذهب إلى أي مفاوضات، بالعكس الحوثي الآن سيحاول أن يعرقل الذهاب إلى أي مفاوضات لكي لا يقدم أي تنازلات ولا أي التزامات حتى وإن كانت دبلوماسية أو سياسية. الوحيد الآن المستنيد على استمرار العمل على اتفاقيات الحديدة هو الأمم المتحدة، المبعوث الدولي بشكل خاص، ومن ثم التحالف، ومن بعدها الشرعية، وفي الأخير يأتي الحوثي الذي كما كررت سابقا غير مهتم أبدا في العمل على هذا الملف. طبعا الشرعية فقدت ميزان القوى لديها الذي كان على الواقع، هو أنت لكي تدفع بشخص إلى المفاوضات يجب أن يكون لديك قوة على الأرض. الشرعية والتحالف سلموا على الأرض، توقفوا بمعنى أدق. إذن الأوضاع كلها تأتي على ما يريد أو كما يريد الحوثي، فلماذا سيذهب الحوثي إلى هناك؟ أكرر مرة أخرى، لن يذهب الحوثي إلى أي مفاوضات ولن يتحدث عن أي مفاوضات قادمة إلا إذا كان هناك عمل عسكري قادر على أن يكسر عظام الحوثي في داخل الحديدة. بالمناسبة حتى وإن ذهب الحوثي إلى المفاوضات بعد أي عمل عسكري تقوم به الشرعية والتحالف، حتى وإن ذهب هو لن يتخلى عن الحديدة إلا بمفاوضات سياسية عالية المستوى مدعومة كما قلت أنا بعمل عسكري، لأن الحديدة بالنسبة له هي الدرع البشري الأساسي أمام العالم كله. الحديدة وسكان الحديدة هي الورقة الأقوى والكرت الأقوى بالنسبة للحوثي أمام العالم، فلا يمكن أن يتخلى عن الحديدة، لا يمكن أن يتخلى عن الحديدة إلا إذا طرد منها طرد، إلا إذا أخرج منها بالسلاح بالقوة، هذا هو الحل الوحيد. طيب في هذا السياق، لأنه هناك من يتحدث على أنه الذهاب إلى المفاوضات في نهاية المطاف الحوثيين ليست لديهم مشكلة في التعامل والذهاب والتعامل أمام العالم على أنهم يقدمون تنازلات سياسية كما حدث مثلا في ستوكهولم قبل فترة، لكن الآن هل تذهب الحكومة الشرعية؟ ما الذي تطلبه الحكومة الشرعية في هذا السياق؟ يعني إلى أي مدى هي قادرة على الضغط على المبعوث الأممي على المجتمع الدولي في سياق
إجبار الحوثيين على تنفيذ اتفاق الحديدة قبل المضي في أي خطوة أخرى؟ هذا ما سيحدث سيدي. ستقوم الحكومة الشرعية بالتواصل مع مكتب المبعوث الدولي بالطرق المعروفة دوليا، عبر الرسائل، عبر الاتصالات. سيقوم المبعوث الدولي بالتواصل مع قيادة الميليشيات الحوثية، طبعا من مستوى إلى مستوى، إلى أن يصل إلى مكتب عبد الملك الحوثي. سيتم بعد ذلك طلب ترتيب لقاء، هذا تقريبا ما يحصل باستمرار، لكي يزور المبعوث الدولي عبد الملك الحوثي شخصيا ويقنعه، لأنه صاحب القرار. هذا كله عبارة عن كسب وقت لجماعة الحوثي لإنهاء مشروعهم الموجود الآن حاليا على الأرض، وهو عملية تلغيم ميناء الصليف وتلغيم ميناء رأس عيسى، إنهاء شبكة الأنفاق، إعادة التمترس في جميع المناطق، إخضاع بقية المشايخ أو الأفراد أو الأسر أو القبائل الذي هناك تخوف من احتمال وقوفها مع أي عمل عسكري قادم لقوات التحالف والشرعية. هذا ما ستفعله جماعة الحوثي، ستكسب قدر الإمكان وقت، وستؤجل لقاء المبعوث الدولي بعبد الملك الحوثي، وفي الأخير عند اللقاء سيسمح عبد الملك الحوثي بلقاء قادم سيكون في عمان أو في ستوكهولم أو في جنيف، متى ما يكون كان، بعد أسابيع سيذهبون إلى هناك، سيتفاوضون جولة جولتين ثلاث جولات، هذا كله مكسب. وهذا وهكذا سنظل ندور في حلقة مفرغة من المباحثات والمداولات السياسية. ستفشل اتفاقية ستوكهولم لأنها ولدت ميتة، ولدت ميتة، ولدت بغير تفاصيل. طيب تفضل بالبقاء معنا سيد. نعم أرجو تتفضل بالبقاء معنا سيد ناشر. أرحب بمن ينضم إلينا الآن من لندن، الكاتب والمحلل السياسي دكتور محمد جميح. دكتور محمد، كيف تقرأ المشهد في الحديدة بعد إعلان الحوثي رفضه القاطع لأن يخضع الميناء لسلطة غير سلطته؟ طبعا هذا تحصيل حاصل، يعني اليمنيون جميعا يعرفون بأن الحوثيين لن ينسحبوا من ميناء الحديدة. تكتيكات الحوثيين اليوم تقوم على رؤية واضحة، هذه التكتيكات تقتضي بسحب الخصوم إلى مربعهم كما نقول، سواء على مستوى التفاوض السياسي أو على مستوى الميدان، بحيث يكونوا هم الذين يتحكمون في المعركة سياسيا وعسكريا. هذا ما يسعون له وهذه تكتيكاتهم، بمعنى أنه على مستوى المفاوضات يعني يريدون أن يوصلوا المجتمع الدولي والحكومة الشرعية والتحالف العربي إلى تقرير أمر واقع لا مفر منه، وهو أن الحديدة لن يكون هناك انسحاب فيها، لن ينسحبوا من الحديدة، وبالتالي ترغم الإرادة الوطنية اليمنية والإرادة الدولية على القبول بهذا الأمر الواقع، ثم تغيير معالم التفاوض والمحادثات من خلال هذا الواقع الجديد ومن خلال هذه الحدود التي فرضها الحوثي. هذه هي سياسة الحوثي، أن يأتي بكل الخصوم إلى المربع السياسي والعسكري الذي يريده، ثم ينطلق بعد ذلك لجولة أخرى من المحادثات تكون بشروط مختلفة عن الشروط التي كانت عليها الجولة السابقة في ستوكهولم، لأن الجولة السابقة كانت شروطها غير مواتية للحوثيين، لأنهم كانوا في موقع ضعف فذهبوا عسكريا على الأقل، وذهبوا إلى ستوكهولم بعد ضغط عسكري شديد أوشك أن يخرج الميناء والمدينة من سيطرتهم، فتعاملوا بذكاء وذهبوا إلى ستوكهولم وأوقفوا معركة الحديدة، وهذا هو الهدف الرئيس من الذهاب إلى ستوكهولم، إيقاف معركة الحديدة. ثم بعد ذلك يأتي تحصيل حاصل أنهم أوقفوا المعركة، لا يهمهم بعد ذلك أن ينفذ الاتفاق أو لا. الآن حشدوا الحشود العسكرية داخل المدينة، قطعوا أوصال المدينة، تخندقوا، أقاموا الخرسانات والعوازل والحواجز، وقطعوا الطرقات، وأقاموا شبكات من الأنفاق والمتارس الجديدة، استخدموا المزيد من المقاتلين، أدخلوا المزيد من المعدات العسكرية، نشروا المزيد من الألغام، صار وضعهم عسكريا وميدانيا حسب ما يرون أقوى. وبالتالي قال الحوثي هذا التصريح اليوم بأننا لن ننسحب. طبعا نحن كمراقبين نعرف ذلك منذ اليوم الأول الذي قالوا بأنهم سوف يذهبون فيه إلى ستوكهولم، نعرف أنهم وإن وقعوا على شيء إلا أنهم لن يلتزموا به. الحوثيون اليوم لم يأتوا بالجديد، هم إنما كشفوا عن حقيقة واحدة، حقيقة أنهم حوثيون، أنهم ليسوا جماعة سياسية، وأنهم هم الحوثيون بالأمس واليوم وفي الغد، لن يتغيروا، ينقضون المواثيق ولا يلتزمون بالتعهدات.
الكرة ليست في مرماهم، الكرة في مرمى الحكومة الشرعية. ماذا ستفعل الحكومة؟ ما هي خطتها لمواجهة هذه التطورات؟ ما هي خطتها العسكرية مع التحالف العربي؟ ما هي خطتها السياسية؟ ما هي خطتها الدبلوماسية؟ ما هي حملتها الإعلامية التي ينبغي أن تنطلق من أجل فضح ما يدور في الحديدة، من أجل إطلاع الرأي العام العالمي في مجلس الأمن الدولي، الدول الأعضاء الدائمة، العواصم المؤثرة، عواصم القرار، الجوار، الإقليم، الدول الإسلامية، بقية الدول العربية، بأن اليمن يتعرض لانقلاب غاشم واضح وضوح الشمس، وأنه لابد من حل عسكري، لأن الحلول السياسية لم تعد مجدية. لكن هذا الحل العسكري سيكون مكلفا، ولكن هل الحكومة الشرعية جاهزة لهذا الحل؟ هل التحالف العربي جاهز لهذا الحل؟ هل الخلافات الموجودة داخل الحكومة الشرعية أو داخل المؤسسة الشرعية هل ستسمح بإنجاز هذا الحل؟ هل وجود جيوش وكتائب عسكرية هنا وهناك في الجنوب وفي الشمال هل يمكن أن تسمى جيشا يواجه هذا الانقلاب؟ في مأرب جيش، وفي الساحل الغربي جيش، وفي عدن جيش، وفي بقية المناطق الأخرى جيش. لا توجد وزارة دفاع قوية تجمع هذا الجيش، ولا قيادة أركان قوية تجمع هذا الجيش تحت إطار واحد أو في قيادة واحدة. هل الحكومة مستعدة لخوض المعركة عسكريا وسياسيا ودبلوماسيا وإعلاميا؟ الكرة ليست في مرمى الحوثيين. الحوثيون يعرفون ماذا يريدون، والحوثيون لا يتعلل أحد بالأمم المتحدة بأنها صحيح أن الأمم المتحدة أنها حريصة على استمرار العملية السياسية في اليمن، ربما أيضا من ضمن الأهداف أن هناك مستفيدون داخل الأمم المتحدة، عندما نعلم أن معاشات ومرتبات 75 مراقبا دوليا لثلاثة أشهر كما قال أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تبلغ 18 مليون دولار كلفة لجنة الرقابة. هذا يعطينا مؤشرا على أن هناك من يريد أن يستمر الوضع على ما هو عليه، لأن هناك المزيد من الامتيازات يتحصلون عليها ولا يريدون قطعها. هذا مفهوم، بالإضافة إلى المصالح الدولية التي تقتضي استمرار الوضع على ما هو عليه. لكن الكلام ليس هنا، الكلام عن أن الحكومة اليمنية بالإضافة إلى أن الأمم المتحدة بهذا الشكل الذي وضعناه وشرحناه، الحكومة اليمنية أيضا تساعد على استمرار هذا الوضع. لماذا؟ لأنها تعطي الانطباع بأنها حكومة هشة، بأنها شرعية ضعيفة، بأنها غير قادر على مواجهة الانقلاب، بينما عندما يذهب المبعوث الدولي إلى صنعاء يجد عصابة صحيح، ميليشيا صحيح، لكنها تتصرف تصرفات دولة، فيما الدولة التي ينبغي أنها تكون دولة تتصرف بعقلية الميليشيا في عدن، وفي جزء منها في مأرب، وجزء منها في تعز، وهناك اختلالات أمنية، وهناك وضع يشوه صورة الشرعية بما يعطي انطباعا سيئا لدى المجتمع الدولي يساعده على أن يتعامل مع أمر واقع. أنا أعتقد أن الحكومة اليمنية ينبغي لها أن تتحرك ولو بخطوة إيجابية واحدة باتجاه لملمة صفوفها، باتجاه صياغة سياسة جديدة واستراتيجية جديدة للمواجهة مع الانقلاب. ما لم فإن الزمن سيتجاوزها، والمجتمع الدولي لن ينظر إليها، والرأي العام اليمني هي تفقد يعني زخمها فيه، وتفقد تواجدها داخل النفوس اليمنيين، وتفقد أيضا مشروعيتها داخل المشروع الوطني اليمني. وإما أن تواصل العمل كدولة، وإلا فعليها أن تقول للشعب اليمني نحن معفيون من هذه المسؤولية، لا نستطيع، ويتدبر الناس أمورهم. أشكرك، كنت معنا عبر الهاتف من لندن الكاتب والمحلل السياسي دكتور محمد جميح. ومن النقطة التي ختمت بها دكتور محمد سأسأل ضيف الذي يعود إلينا من مأرب الصحفي عبد الحفيظ الحطامي، برأيك إلى متى يمكن أن تستمر الحكومة بهذا الأداء السلبي تجاه قضايا كبيرة، تجاه شعبها في نهاية المطاف، سواء على الناحية العسكرية أو الناحية السياسية؟ سيد الحطامي. نعم أخي الكريم، طبعا الكثير التطلعات المواطنين بإمكانية عودة الحكومة إلى القيام بمهامها الرئيسية، اعتبار اليمنيين هناك في الحديدة هم جزء من هذه الدولة الشرعية ومن الحكومة الشرعية التي للأسف الشديد حتى هذه اللحظة لا تزال مواقفها يعني لا ترتقي إلى مستوى الدولة والقادرة على الضغط على الأقل حتى في المناطق المحررة هيبتها داخل هذه المناطق. اليوم القوات الجيش تتعرض لقصف يومي من قبل الميليشيات، والجيش يكتفي بالرد أو بكسر هجماتها.
اليوم أصبحت الميليشيات تتعمق داخل مدينة الحديدة وداخل المنطقة الديمغرافية من خلال بث الأفكار وعقد الدورات الأيديولوجية الخاصة بهذه الجماعة، وتتوسع وتحاول إيجاد حاضنة لها، وهذه القنبلة الموقوتة التي يخشاها اليمنيون عموما من أن تفرق هذه الميليشيات العديد من الفصائل المتطرفة بتلك الأفكار الغريبة عن المجتمع الاتهامي في الحديدة، وبالتالي هناك تطلع ومناشدة من قبل السكان للحكومة الشرعية بسرعة حسم معركة الحديدة، خاصة وأن أبناء الحديدة ملوا القرارات الدولية، ملوا التصريحات الدولية، ملوا قضية اللجان وقضية الزيارات وقضية التصريحات. هم لا يريدون من الحكومة الشرعية ولا من الأمم المتحدة كذلك التصريحات والقرارات، هم يريدون أن يعيشوا حياة كريمة آمنة بعيدا عن القصف والتدمير والإرهاب والاختطاف والقتل والتعذيب والتجويع والسياسة التي تمارسها هذه الميليشيات التي حولت الحديدة إلى جحيم لا يطاق، حولت حياة السكان والمواطن العادي إلى جحيم لا يطاق، يوميا القتل، يوميا الموت داخل مدينة الحديدة، بينما تقف الدول المتحدة متفرجة، وتقف أيضا للأسف الشديد الحكومة حتى هذه اللحظة لم تقدم أي شيء لهذه حتى للنازحين في هذه المديريات، أي شيء يذكر، ولا توجد حتى هذه اللحظة ما يمكن أن ينقذ السكان سوى في المناطق المحررة أو حتى المناطق المسيطرة عليها من إنقاذ حياتهم وإعادتهم إلى الحياة الكريمة. طيب، وهنا أسأل سيد لبيب ناشر، والمعذرة على الإطالة سيد ناشر، يعني هل الحكومة وقعت الآن، الحكومة والتحالف نتحدث، وقعت ضحية يعني ما يمكن أن يكون كذبهما مثلا؟ لأن هناك من يتحدث، هناك مصادر أممية تقول إن مايكل لوليسغارد رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار ورئيس المراقبين بعثة المراقبين الدوليين في الحديدة قال في جلسات مغلقة لمجلس الأمن على أن التحالف أو جهة الحكومة الشرعية بالأصح قاموا بخرق اتفاق الحديدة بشكل أكبر من جهة الحوثيين، هذه مصادر أممية تقول. فهل يمكن، هل هناك خلل في آلية تعامل الحكومة وأنها تعتبر أن المجتمع الدولي والناس يصدق ما تقول فيما هي يمكن لها أن تقوم بالخروقات دون أن يكون هناك مشكلة؟ سيد لبيب، هناك إشكالية في التواصل إذن مع سيد لبيب ناشر، أعود إليك سيد الحطامي في هذا السياق. إذن نتحدث عن المنظمات الدولية، نتحدث عن أيضا الأمم المتحدة، برأيك هل تتعامل هذه المنظمات بجدية مع الملف بالنسبة للحديدة والاتفاق، أم أن هناك تماهي مع إرادة الميليشيا كما يشاع في نهاية المطاف أو يتداول في وسائل التواصل الاجتماعي؟ نعم، صراحة الواقع المواطنين الذين يتم التواصل معهم، نحن كصحفيين نعيش الوضع اليومي في مدينة الحديدة والمديريات التابعة لها، هناك للأسف الشديد تماهي كما قلت أيضا في توصيفك كان دقيقا بين هذه المنظمات التي بعد أن طبعا الميليشيات أقدمت على طرد وإغلاق كافة المنظمات والمؤسسات والجمعيات التي لها علاقة بالجانب الإغاثي، واستلتخت في المقابل منظمات وجمعيات خاصة بها، إضافة إلى تمكن الميليشيات من إيجاد علاقة صراحة مع تلك المنظمات الدولية، وأصبحت للأسف الشديد اليوم هناك الاعتقالات داخل مدينة الحديدة تتم على مستوى المواطنين بشكل كبير، وخاصة أولئك المواطنين الذين يشكون من عدم أو تفرقة هذه المنظمات بين شخص وآخر على مستوى الانتماء، على المستوى الشخصي، على مستوى الاتهام بأن هذا البيت إصلاحي أو مؤتمري أو داعش أو ما إلى ذلك من الإفرازات التي تقوم بها الميليشيات في المجتمع الحديدي. وبالتالي للأسف الشديد هناك تماهي بين المنظمات الدولية وبين المنظمات التي
استنسختها الميليشيات لهذا الأمر، والأمم المتحدة للأسف الشديد تتعامل مع هذه المنظمات، وأيضا حتى المنظمات الدولية تتعامل مع هذه المنظمات المستنسخة، والتي وصلت إلى قرابة 20 منظمة محلية أنشأتها الميليشيات منذ الانقلاب. كل ذلك للأسف الشديد يحدث، وللأسف الشديد كل هذه الإغاثة والمساعدات تذهب إما إلى مجهود حربي أو تذهب إلى العناصر المسلحة التابعة لهذه الميليشيات، ولا يحصل المواطن العادي على القوت الضروري التي دمرت الميليشيات وقصفت مخازن الغذاء والمجمع الغذائي وأعاقت حركة الناس وأوقفت الحياة والأحياء داخل مدينة الحدية. إذا أعود أو يعود إلينا السيد لبيب ناشر الآن الناشط السياسي من نيويورك، هل الصوت واضح بالنسبة لك سيد ناشر؟ نعم جيد. كنت سألتك لأن هناك حديث على أن مصادر أممية تتحدث على أن مايكل لوليسغارد في الجلسات المغلقة لمجلس الأمن أثناء إحاطته إليه كان يتحدث على أن جهة الحكومة الشرعية وحلفائها قامت بخروقات لاتفاق الحديدة أكثر مما قام به الحوثيون، لكن في المقابل تصريحات العامة للحكومة دائما ما تحمل الحوثيين أنهم هم من يقومون بهذه الاختراقات بشكل أكبر ومستمر. برأيك هل تكذب الحكومة والتحالف يصدقون الكذبة ويتعاملون على هذا الأساس، أم أن هناك لعب سياسي في هذا السياق؟ أنا في رأيي أن الأمر يتوقف على المعنى للكلمة التي قالها المراقب العسكري عندما يقول بأن هناك خروقات قامت بها القوات الشرعية للاتفاقيات. أعود مرة أخرى وأقول أنه لم يكن هناك أي تفاصيل أمنية لكي يتم عليها القياس إذا ما كان هناك خروقات أم لا. كان هناك كلمة واحدة في الاتفاق، إيقاف إطلاق النار. طيب ما يمكن يكون إطلاق النار يا أخي على حيوان ضال في قوة موجودة على أطراف مدينة الحديدة وفي حيوان مفترس تم إطلاق النار عليه؟ ما يمكن يكون في مطاردات لأحد المهربين أو أي كان؟ ليس هناك تفاصيل دقيقة في اتفاقيات ستوكهولم تحدد ما هي واجبات والتزامات كل طرف. لا، لكن هذا يمكن أن يطرح أيضا في سياق التعامل مع الحوثيين، يعني الحوثيين يمكن أن يقولوا ذات الكلام أيضا. بالطبع، لأنه أنا قلت لك بأن اتفاق ستوكهولم خلق ميتا، ليس هناك أي تفاصيل، وبالتالي الجميع سيتصرف كما يريد، والجميع سيطالب الآخر بأن يلتزم بهذا الاتفاق الذي هو عائم ومموه تماما. لكن شوف أخي العزيز، أيضا هناك عقد شديد جدا، أنا يجب أن أكرر هذه الكلمة باستمرار وأقولها، الحوثيين لا شأن لنا في طريقة عملهم حاليا مع الطرف الدبلوماسي، لأنه واضح للجميع أنهم يستطيعون أن يوصلوا رسالتهم باستمرار، لكن نحن بالمقابل أو طرف الشرعية بالمقابل لا يستطيع أن يوصل رسالته إلى العالم بالطريقة المثلى. بالتأكيد يظهر للجميع أن هناك عجز شديد في هذا الجانب، هناك قصور شديد، هناك أزمة حقيقية يعانيها الجانب السياسي والدبلوماسي في الشرعية. يا أخي الآن خلينا نتكلم على نقطة مهمة أنا أريد أن أطرحها هنا عبر قناتكم. تفضل. بعد قرار الرئيس الأمريكي وقرار الكونغرس بمنع دعم التحالف العربي في حربه على اليمن، كان الجميع ينتظر من أن الحكومة الشرعية تقوم أو تحرك أذرعها أو أدواتها السياسية والدبلوماسية في جميع دول العالم لكي تكسب الدعم المباشر. العالم يقف أمام السعودية في تدخلها في حرب اليمن، لأن السعودية تعد حسب المعايير الدولية دولة أجنبية، ولكن العالم يعترف بالحكومة الشرعية ويدعمها ويدعم حقها في استعادة الأراضي اليمنية من أيادي الإنقلابيين. كان يفترض بالحكومة الشرعية ألا تتقوقع في زاوية الانكسار السعودي أمام العالم، كان يجب أن تستغل هذه النقطة وتنطلق وتحرك جميع سفرائها في كل دول العالم لكي تتلقى دعم مباشر. لا. دعم مباشر للحكومة اليمنية وللشرعية لكي تقوم بحربها على الأرض. هي حرب الشعب اليمني، هي معركة الحكومة الشرعية والوطن، هي ليست حرب السعودية وليست حرب التحالف. هؤلاء فقط يدعمون لهدف معين، تأمين أراضيهم لا أكثر ولا أقل. لكن للأسف الشديد حتى الآن لم نرى أن اليمن والحكومة الشرعية تحركت بالشكل الكافي لكي تضمن دعم العالم لها بشكل مباشر. هل تعلم أخي العزيز أن العسكر والأفراد والشباب الموجودين في المعسكرات الشرعية والموجودين على الجبهات منتصرين نفسيا
أكثر ومؤمنين بالنصر أكثر من إيمان وزير الدفاع السعودي بالنصر. وهناك الكثير من يطرح على أن هناك دور سلبي جدا من قبل الحكومة الشرعية في إدارة الملف، خاصة ملف الدبلوماسية الدولية. أشكرك جزيل الشكر على تواجدك معنا سيد لبيب ناشر الناشط السياسي من نيويورك، كما أشكر الصحفي عبد الحفيظ الحطمي الذي كان معنا عبر الهاتف من مأرب. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام، إلى اللقاء.